المراسل شبكه شام اياد كورين. اهلا بك معنا السيد اياد. بدايه لا تضعنا في اخر التطورات الميدانيه في محافظه ادلب بشكل عام. نعم صباح اليوم سوار استهداف معركه الجيش الواحد بتحرير وادي الضيفه الحامليه بعد بالنسبه اليوم امس ترتيب خطه سير المعركه وتصحيح الاخطاء الناتجه عن اليوم الثاني للمعركه ووجه استمرار ضربات قويه لفوج وادي الضيف في الصباح الباكر. استطاع السوار في بداية المعركة تدمير بشمة قناص لحاجز عن القريع، كذلك تم تدمير عربة بي ام بي وذلك اثناء توجيهها من حاجز المداجن باتجاه الاستراد بالقرب من مقام البرج في المدينة. كما تم دك حواجز وادي الضيف الحامية بقذائف الهون ومدفعيات جهنم، ولا تزال المعركة مستمرة بقوة حتى اللحظة. كذلك خلال هذه الاشتباكات تم تأمين شقاق الخبين بعددهم الكامل من حاجز الزعلانة التابع لمعسكر وادي الضيف، وتم تأمينهم من قبل الكتائب المرابطة هناك. كان هذه التطورات في معسكر وادي الضيف حتى هذه اللحظة لهذا اليوم. بالنسبة لأوضاع أدلب بشكل عام، هناك حركة طيران تقوم باستهداف الريف أدلب وخاصة المنطقة الجنوبية في ظل الاشتباكات الدائرة هناك. نعم طيب سيد اياد، يعني كيف تبدو صورة الوضع الميداني في المناطق المتاخمة للمعسكر خاصة ان نيران النظام تستهدفها بشكل يومي؟ نعم هناك يقوم الطيران الحربي الواحد تزامن مع الاشتباكات التي تجري في محيط وادي الضيف والحمديه. تقوم الطائرات المروحيه والحربيه باستهداف المناطق والقرى المجاوره لمنطقه الاشتباكات، وقامت اليوم بتنفيذ 22 غاره جويه على مدينه معروف عمان والريف المحيط بها بكل نحاس ومع شورين وتلمس ومع شمشه وكفرنومه ومناطق اخرى. هذه المناطق المتاخمه لوادي الضيف الحمديه في كل معركه تتعرض لقصف ممنهج من قبل قوات الاسد، وذهب اليوم وراح في هذا القصف الذي تعرضت له هذه المناطق 15 شهيد موزعين على المناطق التي تجري في الاشتباكات من قرب، منهم 6 اشخاص من عائله واحده من الفرونه. حقيقه هذه المناطق في كل معركه يشنها السوار على وادي الضيف الحمديه كمان القسم الاكبر من التشرد والنزوح والقسم الاكبر من القصف الذي يطال هذه المناطق، حيث خلف ذلك دمارا كبيرا على تلك المناطق والنزوح بكافه واغلب الاهالي المتواجدين في تلك المناطق المتاخمه لوادي الضيف الحمديه. نعم طيب، يعني أنت تحدثت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يوميا في ظل هذا القصف من قبل قوات النظام، هل تم إنشاء ملاجئ خاصة لحماية المدنيين هناك؟ نعم بالنسبة لريف إدلب بشكل عام إلى الآن لم يتم إنشاء أي ملاجئ سوى ملاجئ فردية قام البعض بإنشاء لنفسه، أما أغلب المناطق التي تتعرض للقصف فإن أغلب سكان المنطقة الذين يتعرضون للقصف يقومون بالهجرة والنزوح إلى المناطق الأكثر أمنا من مناطقهم وإلى قرى أكثر أمنا تعتبر من مناطقهم، فيما البعض من يذهب إلى الحدود السورية التركية إلى الملاجئ القريبة ومن يبيت في الأراضي القريبة من منازله يستمر في حركة العرض والذهاب إلى منازله واجتياب احتياجاته من منازله، وبالتالي فإن أكثر الأماكن التي تتعرض للقصف في ريف إدلب يوجد فيها ملاجئ آمنة، بمعنى أن آمنة بشكل صحيح. بعض الأشخاص قاموا ببناء بعض الملاجئ الفردية وهي لا تقي أبدا من القصف الذي تتعرض له المناطق في ريف إدلب بشكل عام. يعني الوسيلة البديلة الوحيدة فقط التي يستخدمها الأهالي للهروب من القصف هي النزوح إلى أماكن أكثر أمانا. نعم أغلب الوقاية من القصف الذي تتعرض له المناطق في أول قذيفة وثاني قذيفة يقوم البعض بتجهيز بعض المتاعب والسفر والنزوح، منهم من يكون نزوح مبانا وممكن منهم من يكون نزوح بأيام حتى ينتهي القصف أو تنتهي المعركة الدائرة بقرب المنطقة التي يسكن بها بحد ليس ما يعود إلى مسكنه، وبالتالي فإن أكثر الأماكن التي تتعرض للقصف لا يوجد فيها أمان كبيرة. جميع المناطق المتاخمة للمعسكرات ليس في وادي الضيف فحسب وإنما في محيط القريب والمعسكر المصطومة. هذه المناطق بعضها المتاخمة والقريبة بقطعة كيلومترات تكون شبه خالية من السكان، أما البعيدة والتي تتعرض للقصف فإن أغلب السكان يكونوا جاهزين للسلام بالنزوح جراء ما يتعرضون له من القصف من قبل قوات الأسد المتواجدة في تلك المعسكرات. سيد، أماكن النزوح التي يلجأ إليها الأهالي هل هي مجهزة بالمستلزمات المطلوبة للحياة اليومية؟
لا ليست مجهزة بشكل كامل، وإنما بعضهم يقوم باستئجار كما ذكرنا باستئجار منازل بالقرب من القرى التي تكون أكثر أمنا والتي لا تتعرض غصب منها من يقوم بأخذ بعض الاحتياجات ويقوم ويقيمون في الأراضي الزراعية القريبة منهم من يكون به خيام ويستعد للرحيل إلى حال ما تتعرض منطقته للقصف، أغلب النازحين ومنهم من أبى أن يبقى في أماكن القصف ومستمرين في حياتهم الصعبة ونلوسنا من جراء القصف الذي يتعرضون منه، ومنهم من يهاجر إلى الحدود السورية التركية تاركا وراءه على هذه المناطق ليست عن أعداء الإطلاق. طيب لو انتقلنا لوضع الجرحى والمصابين والوضع الطبي هناك، هل النقاط الطبية أو المستشفيات تكفي لإسعاف الجرحى أم أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية والكوادر؟ نعم بالنسبة للنقاط الطبية فإن النقاط الطبية تفتقر إلى المعدات الطبية الجاهزة والمعدات الطبية لابتلاء الحد المصابين وخلال الاشتباكات والمتعرضة لها نذكر عن المنطقة الجنوبية كما الاشتباكات دائرة في تلك المنطقة في خان شيخون ومعركة نعمان أدى إلى ذلك إلى وجود بعض النقاط الطبية في المعارك والذي يتم إنشاؤه حديثا، وهذه أن التجهيزات النقاط الطبية تحتاج إلى تجهيزات كبيرة ومن المصابين من يفارق الحياة بسبب بعد النقاط الطبية عن أماكن الاشتباكات فيما تتمركز المشافي الميدانية الكبيرة على الحدود السورية التركية، وبالتالي فإن نقل المصابين من المناطق الاشتباكات إلى الحدود السورية التركية يؤدي إلى تفاقم وضع النظام ومن يفارق الحياة جراء صعوبة المواصلات وصعوبة الوصول إلى المشافي الميدانية، كذلك النقاط الطبية تفتقر إلى الأطباء فمعظم الأطباء غادروا البلاد ومنهم من أسرع البقاء في على الحدود السورية التركية، معظم النقاط الطبية منهم من متطوعين ومنهم ممرضين، وبالتالي فإن النقاط الطبية تحتاج إلى أطباء وكوادر طبية للعمل عليها، وكذلك تحتاج إلى معدات طبية تلائم حالة الإصابات التي تأتي من سواء من القصف أو من جراء الاشتباكات وما يتعرض له المصابين من حالات صعبة جدا للغاية. إذن المشافي في إدلب، المشافي الميدانية ونقاط الطبية تفتقر لأبسط المقومات والإمكانيات لعلاج وإسعاف المصابين. نعم هذا الأمر ليس في ريف إدلب الجنوبي فقط، وإنما في كافة النقاط الطبية تفتقر إلى المقومات وإلى الأدوية الطبية، فبعض المتبرعين يحتاجون إلى النقاط الطبية أن يكون فيها طبيب لكي يقوم بإرسال الدواء لهذه النقاط باعتبار الطبيب هو المسؤول عن النقاط الطبية، وبعض النقاط أغلب النقاط الطبية ووصلت بشكوى من قبل المريضين بأن أغلب النقاط الطبية الموجودة في ريف إدلب لا يوجد فيها طبيب، وبالتالي فإن ما يصل إليها من دواء ومن معدات لا يكفي أبدا ولا يستوفي حاجة المصابين أبدا، وبالتالي لا يوجد أطباء في النقاط الطبية بل تكتفي بمرضى، وبعض المستلزمات الطبية تقتصر على الإسعافات البسيطة ونقل المصابين إلى الحدود السورية التركية، وبالتالي فإن كما ذكرنا هذا بأن يفاقم حالة المصابين ويؤدي إلى كسر الألوفيات، وبالتالي من قلة التجهيزات في النقاط الطبية المنتشرة في ريف إدلب بشكل عام. طيب سيد إياد، يعني بالنسبة للكوادر المختصة إن وجدت في ريف إدلب، هل تسعى إلى تدريب بعض الكوادر غير المؤهلة لإسعاف المصابين والجرحى مثلا؟ نعم خلال المعارك وخلال ما تتعرض له المناطق من قصف فإن لم يوجد عمليات تدريب للأهالي والسكان، وإنما هي جهود فردية يقوم بها البعض من عمليات دمار للجرحى، ويساعدون المرضى قدر الإمكان في عن عمليات تجهيزية بس إسعافية أولية بسيطة ليس ما يتم نقل المريض أو المصاب إلى المشافي الميدانية المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات، وهذا يستغرق جهدا كبيرا وتفاقم في حالة المرضى بشكل كبير جدا. أيضا هذا يمكن أن يندرج ضمن الأنشطة الميدانية المعينة التي تقومون بها كنشطاء ميدانيين على الأرض في المحافظة من حيث تنظيم العمل، هل هناك أنشطة ميدانية أخرى تقومون بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المحافظة وريفها؟ نعم الأنشطة الميدانية أو الأنشطة الميدانية التي يقوم بها الناشطون هي قليلة نسبيا، ذكرت لك بأن أغلب المناطق الريف إدلب لا يوجد فيها القليل من الناشطين، أكثر الناشطين من المزح وأكثر المثقفين الذين نعتمد عليهم في هذه الحالات نزحوا إلى خارج البلاد،
ما يوجد في داخل هذه البلد وهذه المناطق التي تعرض للقصف وعلى حالات الإنسانية الصعبة تتم معالجتها عبر اجتهادات شخصية وعبر أعمال إنسانية يقوم بها البعض، فمثلا على مسافرهم بسبب الخلافات التي تجري من غنائم ومن أمور أخرى خلال ترتيب المعركة وغرفة عمليات المعركة. ايضا سيد اياد، يعني كما هو معروف ان معسكر وادي الضيف ومعسكر الحامديه كلاهما محاصرين من قبل الثوار منذ اشهر، لماذا هذا التاخير في تحريرهما حتى اللحظه؟ نعم تماما، لان وادي الضيف والحامديه محاصرين من قبل الثوار، وبالتالي فان الجيش الاسري يقوم بتعزيز هذه المعسكريه عن طريق الطيران المروحي، فيقوم بتعزيز عن طريق القاء صناديق الطعام والذخيره عبر الطيران المروحي والنزلات، وبالتالي فان الثوار لم يجدوا الفرصه الكبيره لحد هذه اللحظه في تحرير هذين المعسكرين من الوجود الاسري وفتره الحصار الطويله التي قام الثوار بها، تستطيع حتى الان دون معركه يستطيع سقوط معسكر وادي الضيف والحمديه، ولكن لا يوجد تخطيط كبير لمعسكر وادي الضيف والحمديه، وخاصه ان الامدادات طريق الامداد من مرق ومن خان شيخون استطاع الثوار قطعه وضرب كافه الاثار التي تاتي من ريف حماه. يعني سيد اياد، انت يعني ارجعت السبب الحقيقي حتى اللحظة عدم تحرير وادي الضيف والحمدية لعرقلة قوات النظام لتقدم الثوار بسبب القصف المستمر من قبل الطيران، لكن هناك أنباء تشير إلى أن هناك تخاذل من بعض الفصائل، ما صحة هذه المعلومات؟ أنا لم أذكر أن سبب تحرير وادي الضيف هو ما تفعل الله المنطقة، ولكن ذكرت بأن المعسكر وادي الضيف الحمدي يقوم الجيش الأسدي بتعزيز هذين المعسكرين عبر سائل صناديق الطعام الذخيرة عبر الطائرات المروحية، بالتالي فإن هذه الخطة تعتبر ضئيلة جدا لتعزيز هذين المعسكرين. هناك توقف كبير من قبل الكتائب التي تقوم وتحاصر معسكر وادي الضيف. ذكرت بان عندما يقوم الثوار بشن معركة على وادي الضيف الحمدية وحال تحرير احد الحواجز او حاجزين او اكثر، فان الخلاف ينشب من تقاسم الغنيمة بين الثوار وبين رفض عمليات المعركة، وبالتالي فان المعركة تقف ريثما، يتم مس الخلافات جانبا ويتم استمرار المعركة من جديد كما حصل في الانضراب السابق. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، مراسل شبكة شام إياد كوريين كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.